الحديث اللي حكيناه مع سي حمدي ان نرجعوا الجماهير الترجي في اريحيه جيده ونخلوا المدرب يرعى في اريحيه حتى ولو بقي طارق ثابت في المره الجايه معناتها تو ديما مش تبقى فما حاجه ناقصه اللي في اي وقت نجم تعمل. ولهذا احنا لوجنا على الترونكيليتي ديكيب سي تريز امبورطون، وحدنا جمهور الترجي مش ما يقعدش هذا ضد طارق وهذا مع طارق وهذا مع الاجنبي وهذا، لا الحمد لله هذا صار. اليوم عندنا مدرب نجتمعوا الناس كل حوله، احنا كيطار معناتها سواء الاطار الفني اللي معاه سواء انا كموجود في البوست هذية نعاونوا بين النجم بدون تدخل بدون طلب مني راي، نعطيه راي ما طلبش مني راي. انا بالنسبه لهذا خاطر انا نحط روحي في بلاصته، انا مدرب ما نجمش نتدخل في حاجات وهذا ما نجمش نتدخل. اختيار رئيس النادي يعني انا كنت ماك تعرفوا في الفتره اللي فاتت مدرب ما نجمش نختار مدرب، معناتها الاختيار كان من عند رئيس النادي باش الناس كل تعرف. ان شاء الله نتوافقوا في الاختيار هذايا، ان شاء الله هو يخدم في اريحيه. الحاجه الباهيه تو حكيتها اللي خدم كوم فورماتور، هذه حاجه باهيه برشا لان الملعبيه نتاعنا عندنا جي 13 ملاعبي مازالوا في تطور كبير برشا.